وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقوية السيد عبد الحميد الكزة. سيد عبد الحميد أهلا بك. أهلا وسهلا مرحبا. نعم، بداية سيد عبد الحميد، يعني لو تخبرنا عن هدف هذا البيان. حقيقة طبعا هدف البيان واضح عند الناس كلها وعند الليبيين بعد تصريحات بعد اللحاق اللي ظهر سنة سلامة أمام مجلس الأمن الجلسة الماضية. تدمرت الناس كلها من الكلام اللي قال، حقيقة غير صحيح يعني. ونعمل سلسلة للمكتب الهيئة صورة من الإحاطة تضيف عليه مكتوب يعني بكلام مكنا وحتى من الكلام اللي قلناه اليوم. وبالمناسبة كانت اليوم عندنا زيارة في المصراتة، ومن ضمن الحديث يعني شرحنا على أهداف الهيئة وحكينا على ما بعد الحرب إن شاء الله، كيف يكون المصالحة بين الليبيين وكيف نتحاور وكيف نصل إلى النتائج في مسعى الهيئة لوصول الليبيين إلى طاولة الحوار والاتفاق والصلح بينهم. بعد ومن خلال نفس الجلسة اللي كانت من ثلاثة اليوم تطرق المتحدثين إلى إحاطة رأسان سلامة، فكان من بين ما حصل هو صدور هذا البيان اللي صدر اليوم. لأن الناس مش راضية، غير راضية على ما يعني الدور اللي قام به البحثة. ورأسان سلامة أصبح واضح وضوح الشمس أنه إنسان يشتغل مع حفتر ومع الإمارات وفرنسا ومع الدول اللي كانت تعرض وتمد وتساعد في مجرم الحرب. هذا حفتر اللي غزا طرابلس ودمر بنغازي ودمر درنا وهدفه الوحيد يعني قتل هالشباب اللي موتوا، ضحايا اللي موتوا من الليبيين بسببها. سيد عبد الحميد، لغرض الوصول الى 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 الحكم على جثث وعلى دماء الليبيين. والناس واعظ الكلام هذا، وللاسف ان هذه الدول وضحت، وعلى الليبيين انهم يقفوا وقفه جاده، يخرجوا للشوارع، يخرجوا في الميادين، يطردوا حتى السلامه يجب ان يتم طرده. نعم سيد عبد الحميد، يعني هل بداتم في اطلاق اجراءات رسميه بشان غسان سلامه؟ والله نحن اللي علينا هو ان الاجراءات الرسميه يجب من المجلس الرئاسي ومن الخارجيه الليبيه ومن الناس المسؤوله. نعم. في الدوله. لكن بالنسبه لنا نحن يعني نقدر نديروها عندنا البيانات، وهو التحريض الشعبي ضد هذا ضد 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 هذه الكلام غسان سلامه والخبر اللي صدر منا. وفعلا نحن صدرنا البيان تضامنا يعني اليوم لما حكينا جميعا. نعم. بدل من احنا كنا في الهيئه نبغى نصدر بيان خاص بنا وجماعه الصلاه بيان خاص بنا، فاتفقنا ان ندير بيان مشترك. وحقيقه اليوم الاتهامات من كل الجهات ومن كل الناس، وتوقع ان يكون يوم الجمعه في خروج كبير جدا. نعم. للشعب في طرابلس خاصه. نعم. ضد هذه الاحاطه وضد هذا الكلام غير منطقي وغير مقنع وغير مسؤول، وما هو الا يعني غسان سلامه. نحن فاهمين بالنسبه لنا نحن اللي واضحه لنا الرؤيه من زمان ان العمل قاعد واضح انه خدمه لصالح حفتر، لانه كان هو غير موجود اصلا، المفروض يجب ان لا يكون موجود على طاوله الحوار ولا يمشوا له في الرجمه، لانه هو عسكري تابع للبرلمان فقط، يعني تابع لعقيله، يسيبوه عقيله صالح اللي هو رئيس البرلمان وجول حفتر. ايضا وضعوا له كرسي رابع يعني كان الرئاسي مجلس الدوله مجلس النواب، كان هذين يتحاور المتطاول وهذين نتيجه تسخيرات، لكن يضيفوا كرسي رابع للخليفه عبده فرنسا وتقعد تتعامل معه بهذا الاسلوب واضح عند الناس. الى ان وصلوه قبل كانوا يوصلوه لقياده الجيش يوم 14/4 في دامس، والحمد لله ان هو انفضح قبلها وهاجم طرابلس يوم 4 وحينبحر امام اهل طرابلس وامام القوى الحيه والشباب والناس اللي واقفه واللي فعلا وقفت دون مدينتها. ونحن رغم ان فيه
شباب جاي من منطقتي انا ولا من اقليمنا من برقع، لكن يعني اخطاوا هم او خالهم اللي بعثوهم، لان هذا الغزو غير صحيح. نعم. ونصحنا انه ما تحبوا لكم، ما تقدوش فيهم التهلكه، راهو كلام مش صح، راهو كذا. ولكن اليوم الناس واقفه حتى في منطقتنا، ونتوقع الكثير من برقع ومن بنغازي ومن مدن برقع كلهم ومن بنغازي ان كلنا حينتفضل ضد هذا الظالم وهذا الطاغيه. نعم. سيد عبد الحميد، يعني في ذات السياق، يعني هل لديكم خطوات عمليه لاطلاق حوار ليبي؟ هو وارد وهو الاساس وهو اللي لابد منه حيصير. نعم. حوار ليبي، ولكن ان شاء الله بعد انتهاء الحرب اللي القريب حتنتهي بهزيمه حفتر ونصر ابناء طرابلس على هذا المدرب. نعم. السيد عبد الحميد الكزه، رئيس اللجنة التأسيسية للهيئة البرقوية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.